عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. انا جيت نطلع عليكم في حضره فيديو قصير وما كنتش معوله صراحه نديرو، ولكن واحد السيده غنصيفط لها حويجاتها غدا ان شاء الله باذن الله. داكشي علاش قلت ضروري خصني نبينهم، علاش درت هاد لا فيديو. وعندي شي حاجه للبيع فيها ثمن جد مناسب. قبل ما نبدا لا فيديو ضروري كنشكر الناس اللي متابعيني والناس اللي كيدعموني بدي كومونتير زوينين. كنقول لكم الهلا خطيكم عليا، وزيدوا دعموا القناه كتزيد تكبر بالفضل ديالكم. شكرا لكم بزاف على خطيكم. والناس ديال الدروس راه سجلت جوج دروس، غير الوقت ما ساعفنيش باش غادا نمونطي لا فيديو. كيف ما كتعرفوا لا فيديو ديال الدرس ديال الفصاله كيجي شويه طويل ولا تخربق لك في الترتيب. كنبغي نقادو باش الناس باش ما نتلفكمش، باش تمشيو مزيان في الدرس وتفهموه مزيان. المهم راه قريب في هاد اليومين ان شاء الله غنحطوهم متابعين ان شاء الله باذن الله. سجلت كما قلت لكم جوج دروس ديال الفصاله، وغنحاول ندير معكم حتى الخياطه، علاش لا، غنشوف على حساب الوقت ان شاء الله باذن الله. المهم البنات كما قلت لكم اليوم عندي شي حاجه للبيع وعندي حوايج ديال ماليهم غنبينهم لكم، وغنهضروا حتى على واحد لي كلو كنتو كتسولوني عليهم بزاف، هذوك الحديدات اللي كان زوق بهم العبايات اولا جليبات. المهم غير تبعي لا فيديو حتى الاخر. كما قلت لك دعمي لي بلا جيم وبارطاج، والناس اللي كتفرجوا فيهم ابونيين شت ابوناو، راه كتنساو ما كديروش ابوني، تابوناو فلاشين باش يطلع لكم دائما الجديد ديالي. ونبداو على بركه الله البنات. اول حاجه البيع هاد الشوميز هاد، راه فيت وريتكم في حالها. هادي البيع، هذا توب، هذا حرير البنات، هذا هذا سوا مهم بارد بارد، ما تسمعوش ساتان وتحبوه توب سخون، بالعكس بارد وطايح وزوين، تويب زوين. درتها شوميز تحت من الركبه، غنعطيكم العبارات. مهم انا حطيت هكا سيفورا باش نشد لكم الطول وكلشي. بزاف اللي كتقولي راه ما كيفاش نهائيه، هي سجلتها هي فيلميتها كامله، شفت الفتحات فيها فتحه هكا وفيها فتحات في الجناب، فيها طرادق هادو ارجونتي، وفيها واحد لي بليها هما كيبانو هنايا، وكل شوميزي ولي مونش فيها لاستيك. هذه البنات غيكون فيها ثمن زوين 230 درهم. نقول لكم الثمن الاول علاش نعطيكم العبارات، اللي بغات دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب. وكاين عندي حاجه اخرى حتى هي فيها ثمن زوين، بغيت نهضر على الثمن. بزاف اللي كيصيفطوا ليا كتبتوا ليا في دي كومونتير، ماشي بزاف صراحه، يمكن جوج ولا ثلاثه، كتقولوا لي الثمن غالي. راه على حساب الثمن ديال التوب، انا كان بالعكس راه كيكون واحد الربح بسيط. كناخذ التوب غالي الاولى، هذاك اللي كنت حطيت في لا فيديو اللي قبل، راه 70 درهم المتر البنات، حسبوها راه غتلقاوها هي هذيك. بالعكس دايره ثمن جد مناسب، توب غالي وهاز هذوك اللبسات الاغلبيه فيهم 3 متر ديال التوب، بالعكس راه مرخصه. المهم البنات هذه 230 درهم، نعطيكم العبارات. فيها في الكتاف 40، فيها في الصدر 28.5، فيها في لي هونش 31. هذه نطي ال، هذه ال وتلبسها الاكس ال. المهم انا عطيتكم العبارات اكزاكت، اللي عارفه العبار ديالها راه هو هذا، كتاف 40، صدر 28.5، ولي هونش كما قلت لكم 31، وفيها في الطول مترو 16، هي مترو 16 في الطول، وفي الكمين فيها 60، فيها في الكمين 60. المهم هذا اول موديل غنحيدو غنوريه لكم اون ديتاي. وعندي واحد شوميز غوب او عبايه، المهم واحد الموديل زوين بتوب خيط، راه مكمش البنات، انا كنت ناسياها كنت طاويها، راه تكمشات خاصها تصلحها باش غتبان، ولكن ما كاينش الوقت باش نصلحها. المهم قبلوا عليها كيف ما هي. اللي غنعطيكم حتى العبارات باش تعرفوا اللي جاتها في العبار ديالها وعجبتها، غنلبسها لكم عاد غتبان. دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب، انا قول الله اكبر خاصنا نحبس البنات غنكملوا لا فيديو، راه تسنيت الاداء الاول ساله، ولكن راه كاينين جوج جوامع حتى انا، والوقت ما كيدركني بزاف كيف ما كتعرفوا، خاصني نمشي ولدي كيخرج من المدرسه. المهم البنات غنكملوا لا فيديو. قلت لكم هذه شوميز غوب السنسلة مكاشية البنات، ها هي السنسلة مكاشية، دخلت لها هنا الخضر. الصراحة الشعر ما كيبينش الحوايج كيف ما هما، يمكن خصني نولي نسجل عاوتاني في الليل. توب خيط، فيها واحد القطيعة هنايا في الفصالة هنا زوينة في الظهر، هاي قطعة ديال الشوميز، قطعة في الظهر. لي مونش كيف ما قلت لكم دخلت فيهم هاد البوانية بحال هكا، هي شوفوا كيفاش
لا فينيسيو كتجي زوينه ودرتيها السير في الكول بهذه الطريقه بجوج تلوينات. ها انتما البنات بالنسبه للثمن ديال هذه حسايه غندير لها 230 درهم البنات، هذو بجوج 230 درهم الوحده. غنلبس لكم هذه ونحيد الشوميز نوريها لكم البنات. ها هي الشوميز اللي كنت لابسه، يا راه ازرق مغلوق وفي التصوير كيبان بحال غادي الكري، الارض ديالها راه زرقاء البنات. اللي بغات تشوف الشوميز كيف ما هي في اللون ديالها تقولها لي في الواتساب ونصورها لها. المهم البنات كيف ما قلت لكم عطيتكم العبارات عطيتكم كلشي، شوفوا الظهر راه فيهم واحد لي بلي، ها هما باين الظهر فيه لي بلي بهذه الطريقه، وحتى في القدام راه فيها لي بلي وطريقات ارجونتير البنات. كل شوميزي ولي مونش فيهم لاستيك، اللي بغيتها دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب. وهي الشوميز غوب اللي قلت لكم ما مصلوحاش، المهم هي تلبسات شوفوا كيفاش كتجي فيها هكا لي مونش بهذه الطريقه والسير. وهذيك البليه اللي كتعطي واحد الديكور زوين في الظهر ها هي باينه هنايا. المهم البنات غنعطيكم العبارات ديال هاد الموديل هذا، فيها في الكتاف 38، فيها في الصدر مني شويه كتاف 38، فيها في الصدر 27، وفيها في لي هونش 31.5، وفيها في الطول 1.36 متر، والطول ديال الكمين 59. ها نتوما البنات كتجي بهذا الشكل هذا، فيها السير كيف ما قلت لكم سلسله مكاشيه، وهنا دخلت هذا الخضر بحال ما هكا. خاصها الشال ديالها بطبيعه الحال، راه كما قلت لكم كل لبسه خاصها الشال ديالها. كما قلت لكم الثمن 230 درهم، اللي بغاتها دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب ونكملوا لا فيديو البنات. عندي واحد الموديل غنوريكم الحاجه اللي بدي الجين، الجين اللي كدويت لكم عليه قلت لكم راه غنجيبوا شي حاجه زوينه بزاف ديال الاكسبور البنات. هذا هو اللون ديال الجين، شي حاجه زوينه. هذا موديل خدمته اسبوع، هذا الاكسبيرينس خدمته شحال هذه، وراه دايره الدرس ديال هاد كملوا البنات. المهم راه طاح المقاس ديال الطول اللي كنفصل به، يمكن تهرس. المهم البنات قلت لكم هاد الموديل ديال الجين، هاد الجين ولي كنت دويت لكم عليه ديال الاكسبور، شي حاجه اللي زوينه. هذه جلابه سبور، شوفوا القطعه كتجي في الظهر، كنخدم بالمقلوب ديال الجين هنايا بحال الظهر بحال الامام، وفيها لا ديكوب حتى من هنايا، فيها واحد الخياطه ها هي كتجي باينه، فيها جوج خياطات البنات كيجيو مقادين وزوينين، وفيها سلسله بلاجونتي. السلسله البنات راه الصح والعمل، شي حاجه اللي زوينه على حسابي. والقب مغلف حتى هو بالمقلوب ديال الجين. ها انتما لا فينيسيون ديال القب كيفاش كتجي، غنلبس عاد غتبان لكم مزيان كيفاش كتجي، واخا كبيره هي المهم غنحاول نلبسها باش تبان لكم. فيها هاد لي كلو هما اللي بغيت ندوي لكم عليهم، هاد لي كلو البنات هادو راه حديدات عن قرب، راه كنخدم بهم من شحال هادي، من شحال من عام كنخدم بهم، راه ما كيصدوا حتى شي حاجه. انا غنوريهم لكم وغنقول لكم حتى كيفاش كيتركبوا، كنركبوا من غير بالباس. شوفوا لي الجيب بعدا، شوفوا الموديل هو الاول، هنايا القطعه الفوقانيه حتى هي درت فيها هاد لي كلو بحال ما هكا. نلبسها ونكمل معاكم، ولكن قبل ما نلبسها غنوريكم كما قلت لكم لي كلو هما هادو البنات كيتباعوا هاد لي كلو. انا كناخذهم من قصرية الزيتونه في درب عمر، اللي بغاتهم وبغات تعرف السيد اللي كناخذ من عنده راه نعطيها النمره ديالو، ما عنديش مشكل، راه كنعطيه بزاف النمره ديالو بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يخدموا بهاد لي زارتيكل بحال هكا، ولا حتى هذاك اللاستيك اللي كنخدم به العبايه الكحله راه هو عند هاد السيد كاين في قصرية الزيتونه. المهم هكا ساشيه كناخذ داك تكون عامره شويه. المهم هما راه دايرين الثمن، راه ما رخاش زوينين، ولكن الكاليتي ديالهم مزيانه. كنديرهم بهاد البانس، انا ندير لكم وحيده باش نوريها لكم باش تشوفوا دوك السنينات اللي كنكونوا فيها. ها هما شتو دوك السنينات هما اللي كيتخشاو في الثوب، كيتخشاو في الثوب ها كتشدي هاد الكلو بحال هكا، ها هما فيهم هادوك السنينات
وكتخشيه كتخشيها بهذه الطريقه. انا وضحت لكم مزيان صافي. ها هما سنينات دخلوا وسط الثوب وكتسدي عليهم بالبانس. راه ما نسدش محتاجه لهذا الطريف هذا، راه جيب كتسدي بهذا البانس صافي. البنات كنظن ان واضح صافي. ونكملوا في لي موديل، غنلبس لكم جلابه ديال الجين ونكملوا لا فيديو. هانتوما البنات، واخا كبير عليا المهم راه حاولت نشدها شويه بالفنيت من الظهر. راه كتجي فنه في اللبسه، ملي كتجي قد مولاتها كتجي زوينه، كتجي سبور وانيقه وبخاتيك. هذه اهم حاجه سنيسلا كيفما قلت لكم ارجونتيو. ها هما دوك لي كلو، شوفوا الاضافه اللي كيعطيو هذوك لي كلو اللي وريتكم دابا. راني دايراهم حتى في هاد الرابه هذه اللي في لي مونش البنات. هذا هو الموديل اللي خدمت لكم الدرس اللي قلت لكم غنحطو، خدمت هذا وديال العبايه. غير خليكم متابعين اللي غنحطو في هاد الايامات ان شاء الله باذن الله. شوفوا لي الجيب حتى هو دايره فيه لي كلو. ها نتوما الجيب خدمه تا هو بالمقلوب ديال الجين. ممكن كانت قدي غتبان لكم كثر، كنظن انها باين الموديل كيفاش داير. راه فيها لا ديكوب حتى هنايا وكاين حتى في الظهر. كنقول مولاتها تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه كما قلت لكم الجياب. وبالنسبه للثمن ديال هاد الجليليبه هذه 350 درهم بالثوب وكلشي. هذا راه الجين ديال ليكسبور، شي حاجه اللي زوينه ما تخسر ما والو. وكل ما كيصبر كل ما كيطيح وكي كيولي حسن، كل ما كيقدر كل ما كيولي كيزيد مزيان. المهم البنات نكملوا لا فيديو. نكملوا البنات مع واحد العبايه، هاد العبايه محبوبه للجماهير اللي كنت كنوريكم في واحد اللوين. هذاك اللوين الكاموني خدمت بزاف هذاك اللون. هاي خدمناه هنا في الزرق. هذه ديال السيده رشيده، كاينه غير هنا في كازا ان شاء الله باذن الله. الصباح غادي نصيفط ليها العبايه ديالها وقلت ضروري نوريها لكم في هذا اللوين. هذا هو اللون البنات كيف ما كتشوفوه دابا في لا فيديو، هو هذا اللون زرق زوين طرادق في لارجونتي باش يجيو لينا مع الزرق. في هاد القطع هنايا بلي بلي كيف ما ديما، ولي مونش هما بهاد الطريقه كيجيو ديال الشوميز. هادي عبايه اولا روب شوميز وفيها في الظهر بلي كرو وكل شوميزي. هادي راه خدمت معاكم الفصاله والخياطه ديالها اللي غتسولني باش نقول لكم راه فايت. درت لكم الدرس ديال الفصاله والخياطه، اللي ما لقاتوش تواصل معايا في الواتساب ونعطيها اللين ديال الدرس. ونكملوا البنات. البنات هاي العبايه شوفوا ملي كتلبس كيفاش كتبان. كنقول السيده رشيده تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. تويب كما كنقول لكم ديما كريب دو سوا ولكن خدم به. شوفوا شحال طايح وزوين. ونسيت ما قلتش لكم راه فيها الجياب. كيف ما كنقول لكم ديما اللي كتبغي الجياب كنديرهم ليها، واللي ما كتبغيهمش راه ما كنديرهمش، كنمشي على حساب الطلب ديال كل سيده. شوفوا القطعه كيفاش كتجي، شوفوا الكول شوميزي تاعو كيفاش كيجي مفيني وزوين. وعطوني الاراء ديالكم في هذا اللون حتى هو كيفاش كتجي. الخياطه ديال لي مونش راه بقيت مخيطاها معكم، كتجي انيقه ومستوره. هذه اهم حاجه. ندور لكم الظهر تشوفوا ديك لي كرو كيفاش كتجي. كنقول السيده رشيده تلبسها بالصحه والراحه ان شاء الله. بالنسبه لواحد الموضوع نهضر عليه وخفيت كل مره كندوي عليه كي كيتعاود بنفس الطريقه. البنات اللي باغين يكومونديو عندي حتى تاكدوا من ريوسكم وتكونوا معولين وعارفين انكم غتفارسيو ليا قبل عاد كوموندي. وعرفتوا راه بزاف كضيع الوقت بزاف، كنبقى حتى انا كنتخربق كنولي واخده التواب الناس اللي ما مكونفيرمينش معايا، وكنخلي الناس اللي فايتين مخلصيني. المهم عافاكم حتى تكونوا متاكدين من ريوسكم. وعندكم بحال دابا واحد السيدات اللي بقاو داويين معايا واحد المده طويله واختاريت معاهم الثوب وكل شيء وصافي. انا اون فوا كتختاري معايا الثوب كنصيفط ميساج للمول الثوب وكنقول ليه صافي خلي لي هاد الثوب حيت ما كيبقاش صافي. وعابش كتقول لك لا راه ماشي دابا، ما بغيتيش دابا حتى الشهر الجاي، ولا انا غنصيفط لك حتى تكملي ونصيفط لك. راه ديما نتدوي معاكم في هذا الموضوع، انا راه ما عنديش محل غتكونفيرمي معايا بانك غتفارسي لي صافي. البنات اخر مره غندوي في هذا الموضوع عافاكم، ما ديروش لي احراج. راه ما كنبغيش نزرب على الوحده في البداية ديال الميساجات.
كتجيني حشومه يعني صافي، راه كل وحده راه عارفه اشنو كاين. غناخذ لك كتبك وغادي نخدم لك، يعني ضروري غيكون عندي واحد المصاريف، راه ما يمكنش نخربق هكا في الخدمه. ضروري غنسبق الناس اللي غيخلصوني. صافي هذه اخر مره غنهضر في هذا الموضوع، حتى الوقت كضيع بزاف وكاينه اللي ما كنجاوبهاش دغيا كتقلق عليا وفي الاخر ما كتكملش معايا. المهم الناس هذا غير توضيح. عبايه جات فنه، عطوني اراء ديالكم في لي كومونتير. وكنت باغا نوريكم واحد اللبسه اخرى ديال الجين ولكن مكمشه بزاف، احسن صلاح ان شاء الله غنبينها لكم في لا فيديو الجاي. نكملوا في واحد موديل روعه، غيبان لكم هكا مغيبانش، ولكن ملي غيتلبس غيبان وغيعجبكم. هذا فوقاني ديال واحد الصاله، واحد شويه كنت وريته لكم فاش وريت لكم التواب. كريب زوين، نوريكم غير صايب باش تعرفوا شحال كلوش. والشعار ما مبينش ليا لي موديل، شوفوا لي الصايه البنات، غير صايب بوحدها راه هزت 3 متر. المهم البنات هذه لبسه البيع غنبينها لكم، غنلبسها عاد غتبان لكم اكثر، وعاد غنهضروا على التفاصيل ديالها وغنهضروا على الثمن وكل شيء. بالنسبه للصايه راه ستوندار، كتلبس اي طايب، كيكون فيها لاستيك هكا من الفوق. هي راه كان فيها لاستيك عريضه يكون احسن. المهم انا على حسب داك الوقت خدمتها بهاد لاستيك، وان شاء الله من بعد غنبدا نخدمهم بلاستيك غيكون عريض. كملوا معايا لا فيديو، غنلبس لكم هاد اللبسه ونعطيكم الثمن والعبارات وكلشي. البنات هادي اللبسه اللي وريتكم، شوفوا لي الستايل شحال كلوش فنه. اللون كيبان كلير، وهي راه واحد الخضيدر بحال القصبي، وهاد الفوقاني ديالها بهذه الطريقه كيجي هكا كروازي. فوقاني ما عندناش، التحتاني ما عندناش فيها مشكل، راه ستوندار تجي قد اي وحده وفيها لاستيك عريضه كتجي. ولكن الفوقاني نعطيكم العبارات، اللي كتلبس في الكتاف 30 او 40 غتجيها، واللي كتلبس في الصدر من 27 حتى 29 غتجيها مزيانه. صافي وهنا الحزام كيبقى كتلويها هكا وكتعاودي الدوره وكتحزميها. هادي صايه والفوقاني ديالها او اللبسه هي راه كتلبس بحال ما هكا. المهم غير باش كتجي سهله في اللبسه، كنخدموا الصايه بوحدها والفوقاني بوحدو. وحتى الا بغيتي تبدلي مثلا هذه تخدميها ديري لها الفوقاني في شي خضر اخر، ممكن ديري هادو مثلا جوج او ثلاثه وتبقاي تبدلي مع نفس الصايه. المهم البنات بالنسبه للثمن ديال هاد اللبسه 350 درهم. اللي بغات دير سكرين وتواصل معايا في الواتساب وجينا الفينال ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف على اللي خطيتكم عليا وتسناوني ان شاء الله في لي فيديو الجايين كيف ما قلت لكم فيهم دروس. بسلام عليكم، تسناوني الفيديو الجاي.